الحضور، أحيي الحضور وأحيي الحفل وأحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان حفلتنا اليوم كالآتي: تنصيب مكاتب الفرعيات. الحفلة قائمة فيها رئيسة الأوف إم بيس مريم جميل عمر بن عبد العزيز بإشراف إدارة المكتب الإقليمي. مكتب الإقليمي برئاسة عمر موسى حسن عيسى الحركة الوطنية للإنقاذ، والنائب الأول حواس سليمان، والنائب الثاني مرة علي، وكوادرة متواجدون في إدارة المكتب الإقليمي. فبحييكم تنصيب مكاتب الفرعيات. كلكم شاهدتم أن هناك مكاتب فرعيات وهناك تسجيل النساء بالمملكة العربية السعودية برئاسة مريم جميل عمر، فبنحييها وبنحيي إدارة المكتب الإقليمي بأسماءكم الجميلة: الوطن بخير والحزب بألف خير. أكيد قضيتنا حب الوطن وحب الحزب، وكيف نشجع حزبنا الحاكم ونحن بعيدين عن الوطن؟ الوطن بداخلنا والحزب هو قضيتنا الأساسي، فبنكل لكل الاحترام والتقدير. بديكم العافية. يا ريت انت البادر توغل راحة شعبك ما درتها.
يرفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني بقيادة المرأة الحديدية، المرأة التي نالت الكثير، المرأة القوية التي أنجزت الكثير، السيدة الرئيسة رئيسة الأوب مريم جميل عمر بن عبد العزيز، نرفع إلى مقام الأمين العام عمر موسى حسن عيسى، والنائب الأول حواء سليمان، والنائب الثاني مرة علي. أجمل التهاني والتبريدات وإلى جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحلقة الوطنية للإنتاج بالمملكة العربية السعودية، وإلى الأمام في ظل الجمهورية الرابعة والقيادة الحكيمة. فقامت الرئيس إدريس ديب إنو وحرمه المصون هند ديب إنو صاحبة القلب الكبير، ورا كل رجل عظيم امرأة عظيمة. ونحن منصوبي أوب إمبيس فخورون بك بكل الفخر، وكل عام وأنتم بألف خير وإمبيس بمليون خير. وكمان نرحب بالخلفاء وشيوخ القبائل وممثلي السلاطين ورؤساء الفرعيات ومكتبة إمبيس لدى المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن سوف نقف فترة بسيطة مع فاصل غنائي لكي نشجع فيه المناضلين والمناضلات. أكيد أخالي وطنية جميلة تحيي فينا الروح الوطنية، فكلنا أدانا ساخة لكي نستمع بعدا على الوطن في داخلنا وقضيتنا حزب الحاكم إمبيس. ففاصل غنائي استمعوا وخليكم ملتزمين النظام. يديكم العافية. الدود المرجي دبي برق قلبي، دبي كلو برق قلبي. الدود المرجي دبي برق قلبي، دبي كلو برق قلبي، دبي كلو برق قلبي. فوق بلدنا جليمة ما في بترولنا مرقو، فوق الدول صدرو ذهب الجمرو. مليتا مليتا ليلة جو صلاة النبي عليك يا هند بيبي نو.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السادة المكتب الإقليمي التابع للحركة الوطنية للإنقاذ بمملكة العربية السعودية وخليج العربي، على رأسه السيد الأمين العام عمر موسى حسن عيسى ونائبته الأولى السيدة حواء سليمان محمد إبراهيم والنائب الثاني السيد مر علي آدم السيد رئيس المكتب التنظيم الجماهير السيد رئيس المكتب الشباب والريادة السيد رئيس المكتب المهنيين السيد رئيس المكتب التجار السادة رؤساء الأحزاب المتحالفة مع الحكومة السادة رؤساء الفرعيات السادة شيوخ القبائل السادة المناضلين والمناضلات أخواتي ورفاقاتي وبناتي مناضلات أوف إم بي إس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم مساحا وطابت أوقاتكم بكل خير حللتم أهلا ونزلتم سهلا أسالة عن نفسي ونيابة عن أخواتي وبناتي مناضلات للحركة الوطنية للإنقاذ أوف إم بي إس بمملكة العربية السعودية وخليج العربي نشكر مشاركتكم لنا في هذا اللقاء الميمون ضمن برامجنا وخطواتنا في تنشيط وتدريب وتكوين فرعيات مناضلات أوف إم بي إس في مدن وقرى المملكة العربية السعودية بإذنكم جميعا وباسمي تجمع النساء الحركة الوطنية للإنقاذ للمرأة التشادية المقيمة بمملكة العربية السعودية نرفع آيات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو مؤسس الحرية والديمقراطية رأي الأمن والسلام في بلادنا الحبيبة والدول الأفريقية العظمى كما نرفع آيات التهاني آيات التهايا والإجلال للسيدة الأولى هند ديبي تنو أميرة الإنسانية والراية المجتمع وأسر الفقيرة في ربع الوطن الخالي وتحيات أيضا لقيادة المرأة التشادية في أرض الوطن أيها الحفل الكريم من هنا نقول للسيد رئيس الجمهورية سير في برامج الجمهورية الرابعة وإن المرأة وهي وقيادتها من خلفكم وراء كل رجل عظيم امرأة الجمهورية الرابعة حققت طموحات الشعب التشادي وآتت المرأة حقها كاملا وركزت على الشباب لأنهم رواد المجتمع وصناع التنمية التي لم يسبق لها مثيل في بلادنا الحبيبة الجمهورية الرابعة تعني لنا الكثير والكثير فهي تعني الأمل حيث لا مجال للكسل بعد اليوم الجمهورية الرابعة تعني
المشاركة في السلطة، وقد ركزت على الشباب والمرأة. الجمهورية الرابعة تعني الأمانة وتحمل المسؤولية وترفض الخيانة، وقد رأينا الرئيس يتجول في مصالح الحكومية لمنع فساد. الجمهورية الرابعة تعني مشاركة في السلطة وترفض الجبروت والتسلط، وقد رأينا رئيس وهرمه يشاركونا في برامج نظام البلد، في برامج نظافة البلد، وهذه المبادئ موجودة في نفس المرأة التشادية المقيمة بالمملكة العربية السعودية. نزفها لكم ونقدمها للجميع في طبق من ذهب للوطن والمواطن التشادي. الحضور الكريم، في هذا اليوم نكون ونتوج مناديلات الفرعيات أوف إم بي إس من ضمن برامجنا التوعية والتعريفية حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، كي نستعد للمرحلة القادمة لتكوين كوادر نسائية والشباب جاهزة من المناديلات المستقبل الحزب الموعود ليشمل كل المواطنين إن شاء الله. كما تعلمون مكانة المرأة وهي الركيزة الأساسية للمجتمع، وهي التي ترتب وتدعو الرجل ليكون صالح للمجتمع ونافع للوطن. المرأة التشادية المقيمة بالمملكة العربية السعودية واعية بدورها ومكانتها، كما تعرفون دورها في نضال وحب الوطن وتشارك بكل ما تملك في سبيل الحرية والديمقراطية. وهي لن تقف مكتوفة الأيدين، فهي دائما مع الرجل جنبا إلى جنب في كل مجالات الحياة، وتعمل في التعليم، وتعمل في الصحة والسياسة إضافيا إلى دورها في بيتها. مرة أخرى أكرر شكري وتقديري لرفاقاتي، لأخواتي، لبناتي المناضلين أوف إم بي إس. وإلى الأمام لأجل الحزب والمواطن، الحزب الوطن والمواطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sir, ya re sir,
Thank you.
للملايين. يا ريت يا ساكن في العين، يا إدريس يا ساكن في العين، شابك في خلفك بالملايين. نورت شموع المظلومين ورديت حقوق المحتاجين. حبك واحد ودربك واحد ما للآن بعدنا ما يستيقظوا ليه؟
شنو؟ هل في واحد ما يعرف وعد الرئيس إدريس ديبي؟ وأن بالحرية والديمقراطية. ما هي الحرية؟ حرية بمعنى الكلمة احترام، احترام الإنسان واحترام الأقلمية. لماذا بعضنا ما يعترف بالأقلمية؟ نحن مع الأقلمية، نحن تشهدين حرين، نحن تشهدين نحب وطننا، نحب أنفسنا ونحب أقلمية. أي دور ما يدور، ونحن نقول بابنا مبسوط. شيوخ قبائل مع الحركة الوطنية للإنقاذ، نقول بابنا مفتوح، أيدنا مفتوح، قلوبنا مفتوح لكل ولد شادي، مرأة تشادية، رجل تشادي، بابنا مفتوح. ولكن نقول لا للتهميش. والسلام عليكم ورحمة الله. للحركة الوطنية للإنقاذ في المملكة العربية السعودية والخليج العربي،
المحتفى به بهن مناظرات ورئيسات فرعيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطاب مساءكم بكل خير. يسرني ويسعدني في هذا الملتقى أن أقف أمامكم مشاركا في الاحتفال بتكوين وتتويج رئيسات الفرعيات والذي يقوم به مكتب تجمع النساء الحركة الوطنية للإنقاذ للمملكة العربية السعودية والخليج العربي بقيادة السيدة المناضلة مريم جميل عمر بنت عبد العزيز. التي جندت نفسها والتي لا تعرف الملل وتجتهد دائما ضمن كوادر الوطن للحزب والمشهود عليهم بالبنيان وهي تعمل الليل والنهار لصالح الحزب والوطن والمواطن والتحية لها وللمناضلات اللائي أعملنا معها ولكل من ساهم معها في سبيل هذا العمل الرائع الجميل. ونحن إذا نشاركهم اليوم إنما نقدر مجهود المرأة التي تساند الرجل دائما وأبدا وتقف معه في السراء والضراء. أيها المناضلون، جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي ترو أن المرأة هي النصف الآخر للرجل، فهي أيضا أساس المجتمع ولا يكون هناك بيتا بدون امرأة ولا مجتمع بدون نساء. إذا للمرأة دور مهم ومكانة عظيمة لا يشغلها أحد، عرفها من عرف وجهلها من جهل، فهي العمود الفقري والاعتماد عليها في جميع نواحي الحياة بدا بالبيت. فالمرأة تعمل على إدارة بيتها بكل إخلاص وتقوم بتربية أبنائها والاهتمام بالرجل ومساعدته في أمور حياته بهمة وإخلاص ونجاح. ولذلك جاء دورها في الجمهورية الرابعة فقاسمت الرجل وعملت معه في جميع الوظائف والمناصب القيادية وأخذت حقها ونصيبها كاملا دون نقص، وقد تتفوق على الرجل في بعض الحالات. أيها الجمع الكريم، أنتم شرف الوطن والعمود الفقري للبلاد، وعلينا أن نجدد العزم وأن نهتم بالمرأة وأن نتعرف على حقوقها، ويجب أن ننظر إليها على أنها شقيقة الرجل والمكملة لحياته، كما علينا نتوحد لنكون جسما واحدا وأن نتمسك بالحزب وأن نقف سدا منيعا خلف قائد البلاد المفتى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي ترو وحرمه الفضلة السيدة هند ديبي ترو الذي أدانا بالحرية والديمقراطية. وإن أغلى ما في الوجود أن يعيش الإنسان في وطنه بحرية وأمن وأمان، وهذا مضمون الجمهورية الرابعة التي جاءت ضد الفساد والمحسوبية والقبلية والعنصرية. على ذلك يعيش الإنسان مطمئنا يمارس حياته اليومية ويبدأ في تطوير البناء والتنمية والتعليم والصحة وغيرها من احتياجاتها العامة والخاصة. المناضلين والمناضلات، شرفا حزب الحركة الوطنية للإنقاذ اليوم نبارك لقيادات مكتب تجمع نساء الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية بتتويج المناضلات ورئيسيات الفرعيات في جميع الأحياء والقرى، ونشكرهم على تكبد المشاق والحضور إلى هذا اللقاء الميمون. ومن هذا المنطلق أكرر شكري وتقديري لكل من وقف لإنجاح هذه الحفلة والعمل المبارك حتى خرج بهذه الأسلوب المتواضع الرائع. وآخر قولي أوصيكم بالتمسك بالحزب والعمل والإخلاص للوطن وحب الوطن والوقوف سندا خلف الرئيس لمواصلة المسيرة. ولكم مني خالص الشكر والتقدير مزيدا من التقدم والازدهار ولبلادنا العزة والكرامة والخلود. حفل الميمون
اليوم على صدد تشكيل مكتب النساء للحركة الوطنية للإنقاذ بجدة، ومن هذا المنطلق نحيي ونشكر جميع الحضور من المناضلين والمناضلات وخاصة نساء أوف إم بيس المتوحدات والمتكاتفات من أجل خدمة الحزب والوطن، وعلى رأسهن الأوف إم بيس للمملكة العربية السعودية والخليج. وكما أشيد وأثني على جهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدرو المناضل الأول والرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ الذي أفتى شبابه في خدمة الوطن والمواطنين، وأثنى بالديمقراطية والحرية لكل الشعب التشادي في الداخل والخارج. وليس هذا فقط، إنما بنى وعمر وأصلح الدستور وجعل تشاد من دولة متخلفة معروفة بالصراعات والحروب إلى دولة محترمة وذات مكانة عالية في الدولة الإفريقية، وتعتمد عليها الدول في حلول مشاكلها. فقام رئيس الجمهورية منح المرأة التشادية من 30% إلى 50% في إطار الجمهورية الرابعة. التساوي مع الرجل في المناصب الإدارية والانتخابية. رأيتم الآن النائبة الأولى امرأة وهي الأخت حواء سليمان. فنحن نهنئ المرأة التشادية على هذه الإنجاز ونطالبها بالمزيد من الجهود. وفي الختام، لا يسعى سوى أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى المكتب السياسي الوطني بأن جمعنا على جهودهم غير المنطق النظير من أجل الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام محمد إمبادة. وأقدم الشكر باسمي واسم جميع المناضلين لمعالي السفير عثمان مطر بريمة الذي هو دائما يقف جنبا بجنب مع مصالح الحزب والدول والثورة. وكما أشكر شيوخ القبائل وممثلي السلاطين ومكتب الشباب LGMPS ومكتب التجار والمهنيين، ولا أنسى أعضاء اللجنة المنظمة والإعلاميين، وبالأخص بوابة النهضة للأمة التشادية التي تغطي لنا هذه الحفلة والبروتوكول والمنظمين، وعلى من وقف معنا واجتهد وساهم من أجل الحزب الجماهيري حزب الحرية والديمقراطية. السلام عليكم ورحمة الله.